لفت نظر حضرتك اسماء جديده؟ طبعا زي طبعا في لا في شباب، هم في مش شباب او في جيل وسط يعني، اصبح مثلاً من كتر ما يعني في محمد شاكر خضير ده اللي هو عمل جراند اوتيل وعمل تحت الوصايه مثلا. أيوة. في تامر محسن عمل اكتر من عمل، عمل هذا المساء وعمل لعبه نيوتن، ده انا بدي امثله. لا في ناس كتير، في هاني خليفه عمل ليالي اوزيني، في كامله ابو ذكري عملت اكتر من عمل جيد جدا. انا برضو ارجو انه الناس، انا يعني ممكن الذاكره ما، لكن دي امثله، لكن في ناس كتير حقيقي، في ناس متفوقين جدا ما في مديرين التصوير، في ممثلين ايضا، ممثلين شباب جدد، شباب طبعا يعني طالعين، بس يعني مش عايز اذكر اسماء عشان ما انساش حد من لا في لا الحمد لله يعني دي ميزه موجوده في مصر لحد النهارده، فلازم الناس دول احتضنهم، بوفر فرص لهم، هم كويسين. بس لازم اديهم برضو، انت عايز تعمل ايه؟ ما ينفعش اقول له اعمل كذا، انا ضد الحكايه دي جدا، هفضل ضدها. ايوه ما ينفعش، احنا والله كلنا يعني، مش عايز اقول برضو امثله يعني، كنت انا مثلا يحيى العالمي واسماعيل عبد الحافظ وانعام محمد علي واحمد توفيق، وانا بقول على مجموعه من القدام طبعا، وفي في الجداد في جمال عبد الحميد، وفي أيوة. بيتقال انت عايز تعمل ايه، مش خد اعمل دي، ما ينفعش، ما يبقاش، لانه هيتفوق فيما يختاره طبعا. وانا ما بقولكش ادي اي حد، ما لازم يبقى عندك الخبره عشان كمان ما تقعش تدي اي حد. لا صحيح. طيب يعني تلك المهمه الجليله يعني، هل هي مهمه وزاره الثقافه ام هي مهمه الجهات الاعلاميه ام من؟ هو طبعا بعد ما يعني ايه، احنا كان عندنا قطاع الانتاج شركة صوت القاهرة، مدينة الانتاج الاعلامي، والمنتج الخاص، اربع جهات. أيوة. كانوا بيتنافسوا على فكرة، اسمها يتنافسوا بمعنى كلمة المنافسة، المنافسة الجيدة، المنافسة الايجابية، في ان هم كل واحد عايز يتفوق على التاني، وكان المنتج الخاص بيسعى انه عايز يعمل انتاج مشترك مع التلفزيون المصري او مع صوت القاهرة او مدينة الانتاج، كان عندنا منتجين كتير جدا. انا طبعا ما يعني انا بقول وجهة نظري. ايوه. واللي من خلالها اتعملت الدراما المصرية وكانت مسيطرة في المنطقة العربية. يعني مش مسيطرة، مش في طبعا اعمال تانية، كان في دراما السورية، كان في دراما الكويتية، كان، لكن كانت مصر هي الموجودة أكتر بحكم يعني تاريخها وموقعها وكده. فأنا ما أعرفش حاليا ما إيه اللي ممكن يحصل، رغم أنه الدنيا دلوقتي بقت أكثر حركة، يعني بقى في ممكن أنه يتعمل شركات أو بتاخد يعني العمل الدرامي كمان ده يعني صناعة جيدة، أو العمل السينمائي طول عمره صحيح. حتى